بسم الله. النهاردة معانا شرح شحن 11,000 او 10,000، معلش 10,000 زد بي، ممكن في خلال شهر، يعني ممكن في خلال اسبوع كمان. والله 10,000 زد بي يا جماعة، انتوا ممكن تركيني الكلام؟ 10,000 زد بي. معانا النهاردة موقع بيشحن زد بي زي ما قلتلكو. الموقع اسمه ريجستي، تمام. الموقع اهو هنشوفه مع بعض. زي ما انتوا شايفين مع ادى الموقع ازاي تسجل فيه، اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعه، بيجيب نقط في كروس فاير. يعني الموقع ده معروف جدا كيستي، يعني الناس عملت عليه زمان شرح، بس يعني لقيته شروحاتهم ادمت، فقلت يعني اعمل شرح انا كمان. زي ما انتوا شايفين ازاي تسجل في الموقع ده وتجيب نقط عشان تقدر تجيب بيها الزد بي، 10,000 زد بي زي ما قلت لكم يا جماعه. ماشي، هنيجي ندوس هنا، تمام. تيجي في دي بتكتب اسم، مثلا نكتب محمد، ماشي. وهنا بتكتب باسورد، تمام. بتيجي هنا تختار تاريخ ميلادك، انا هختار اي حاجة، ماشي. يكون يعني عندك حوالي يعني 18 سنة أقل حاجة يعني بيقبله، ماشي ماشي. وبعد كده بتيجي هنا تكتب ايميل ياهو، بتجيب أي ايميل ياهو عندك، أنا يعني الايميل ده، ماشي. وبتدوس هنا، لو لقيت دي مش متعلم عندها عليها علم عليها، بعد كده تدوس على كده الحتة البرتقالية دي، ماشي. يعني ممكن تلاقي مشاكل زي ما بيقول لي دلوقتي الاسم، اكتب اي حاجة تانية جنبيها. اكتب ثانية انا هسميه وارجع لكم تاني، ورجعنا لكم تاني بعد ما سميناه، او سميناه زي ما قلت لكم، تدوس على الكلمة البرتقالي. بعد كده هيجي لك الرسالة دي، الرسالة دي بتقول لك بعتنا رسالة لايميلك الياهو اللي انت كتبته، ولازم تفعل الايميل، ماشي. بتدوس هنا، ماشي. بعد كده بتروح للياهو، بتروح على ايميلك، تروح على الرسائل، طبعا الايميل اللي انت سجلت بيه في الموقع. يا جماعه اهو هتلاقيها ريجستي، هتدوس عليها زي ما انتم شايفين. ادو بعتوا رساله على طول، ولازم تفعل. هتدوس اول ما تخش على الرساله، هتدوس على الرابط دوت، او ما تدوس على الرابط هيفتح لك صفحه زي دي. زي ما انتم شايفين يقول لك تم تفعيل حسابك بنجاح، زي ما انتم شايفين معايا. لو جالك زي كده يبقى تم تفعيل حسابك بنجاح، زي ما انتم شايفين. بص يا جماعه بقى، ركزوا معايا شويه. ادي ايه، انت عشان تشحن 10,000 زد بي لازم يبقى معاك 9 دولار. حلو حلو. انت دلوقتي انا ما معيش اي دولارات زي ما انتم شايفين، صفر، ماشي. تعمل ايه بقى عشان تجيب بقى نقط عشان تقدر تجيب بيهم زد بي؟ هتيجي عند الحتة دي وتدوس عليها وتدوس الأولى، ماشي. بعد كده هتنزل تحت. أنا أحب أعرفكم بحاجة يا جماعة، أو ممكن تخش بالفيس، بس لو دخلت الفيس هتبقى وحشة وممكن يسرقوا منك النقط ومش هيجيلك الحاجة. يعني أنصحكوش تخش بالفيس، لازم تخش يعني بإيميل، تعملوا إيميل على الموقع نفسه، ماشي، زي ما عورتكم، ماشي. بعد ما دوسنا هنا أهو، بندوس الأولى، بننزل تحت. شايفين يا جماعة الرابط ده؟ زي ما انتوا شايفين معايا الرابط ده، اي حد يدوس عليه انت بتاخد دولار، يعني متركين يعني 9 يدوس على الرابط تاخد ايه، 10,000 دي. اه زي ما انتوا شايفين، اي واحد يضغط على الرابط يتاخد، بتاخد دولار، ولو حد دخل على الرابط بتاخد دولار. يعني شوف عد كده، يعني 9، ممكن 9 في 9 في 9، يعني ممكن في شهر ممكن تجيب سلاح يا عم. يعني الله، يعني لو عرفت تجيب ناس تقدر تدوس لك على الرابط وتقدر تسجل، يعني تدوس لك على الرابط ويسجل يعمل حساب، فاهم؟ لازم يعمل حساب عشان تقدر تاخد الدولار بتاعك، فهيجي لك ايه، الدولار. اول ما توصل يا عم بقى للايه، لل9 دولار، وعايز مثلا تشحن ال10,000 زد بي، بتروح على موقع كروس فاير، تكتب ايميلك، ماشي. بعد ما بتخش على ايميلك تيجي ناو وتدوس على اللي بقى عليهم زد بي الاولى، يعني
دوس عليها. دي كده السنة الصفحة هتطلع زي ما انتوا شايفين. معلش انا عندي كانت مكتوب عليها برازيل، لازم ايجيبت، لازم مصر يعني، فندور على مصر. عايز زي ما انتوا شايفين لقيناها اهي، هندوس عليها. بعد كده اول ما يروح لي ايجيبت زي ما انتوا شايفين اهي، ادي ريكستي زي ما انتوا شايفين معايا، هندوس عليها. زي ما انتوا شايفين 9 دولار تقدر تجيبه ب 10,000 زد بي من موقع ريكستي، هندوس عليهم. دوس شراء الان، تأكيد. بعد كده هيفتح لك صفحة زي دي زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا لو انت معاك المبلغ هيخش هو، وطبعا بيخش على ايميلك ايه على طول. ايميلك بيبقى مكتوب بدل الاستفهامات دي، بيبقى مكتوب ايميلك وبيخش عليه على طول. لو انت معاك ال9 دولار هتدوس على ريكستي وتدوس ان هو على طول، على طول هيجي لك الزد بي، هيجي لك يعني استنى حوالي ساعة كده وهتلاقي الزد ال10,000 ان شاء الله جالوا لك. انتوا مدركين يا جماعة؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، اي حد يدوس على الرابط عليه، يعني اي حد يدوس على الرابط الواحد بس بيجي لك دولار، يعني لو 9 دسولك ب9 ايه دولار. تقدر تحولهم على البيبل، مش لازم ريكستي، يعني تقدر تحولهم على البيبل. لو عن كارت وستر يونيون يعني زي ما انتوا شايفين، كاش يو، يعني اي شركة من دولت. زي ما قلت لكم يا جماعة هتلاقوا الكود بتاعي اللي هو الرابط بتاع اسفل الفيديو في الوصف، اللي هيدوس عليه طبعا هيديني 1 دولار زي ما فهمتكم في الفيديو. اللي هيدوس عليه ويخش يعمل ايميل جوه، يعني يقدر يعمل ايميل زي ما وريتكم تعملوا ايميل ازاي، ده انا كده بيجي لي 1 دولار، وده كده يبقى راجل مشكور يعني ان هو ساعدني بدولار واحد يعني. واللي مش عايز يساعدني براحته يقدر برضو يروح على جوجل يكتب موقع ريكستي، وطبعا هيجي له الموقع ويخش ويطبق الفيديو ايه على على الموقع. بس ده اللي مش عايز يساعدني. اللي عايز يساعدني طبعا هتلاقي تحت الفيديو في الوصف هتلاقي الكود بتاعي، اول ما تدوس عليها يوديك على الموقع على طول، تعمل ايميل وتطبق الشرح عليه، ده يبقى راجل مشكور. وده طبعا لما يدوس لي هيجيب لي دولار واحد ماشي. وطبعا واللي مش عايز يدوس لي براحته يروح يبحث عن الموقع ويطبق الفيديو، وزي ما وريتكم تجيبوا ناس ازاي، وان شاء الله هتجيبوا ال10,000 زد بي ماشي. او ممكن لو اجتهدت اكتر تجيب اكتر من 10,000 زد بي. احنا برضو بالنسبة عاملين بالمناسبة كده عاملين جروب لكروس فاير، لمبدع كروس فاير يعني المبدع يوتيوب لكروس فاير. اللي عايز يخش معانا يبعت واحنا هنقبله ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم يا جماعة برضو الجروب هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف تحت اسفل الفيديو تحت، والكود بتاعي برضو اسفل الفيديو تحت. اللي عايز يساعدني يساعدني، اللي مش عايز يساعدني براحته ماشي. يا جماعة اتمنى يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش اللايك ودعمونا زر السبسكرايب عشان نقدر نكمل ونفيدكم اكتر وننزل فيديوهات اكتر. كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.